شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نحن الآن على أعتاب ميلاد سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، الصديقة الكبرى، ومن على معرفتها دارت القرون الأولى، فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وحديثنا في هذه الليلة تحت عنوان بيت الزهراء نموذجا. قبل أن نبدأ في صلب الموضوع، نقدم مقدمة. وهذه المقدمة هي أن كل قيمة من القيم النبيلة التي يراد لها أن تكون قائمة في داخل النفس البشرية، أو يراد لها أن تكون قائمة على أرض الواقع الخارجي. هذه القيمة تحتاج إلى أن نضع أمامها مثلاً واقعياً يمثل تلك القيمة. الفكرة لها باعثية،
ولكن النموذج الواقعي له من الباعثية أضعاف ما يوجد للأفكار المجرد. إذا أردنا أن نمثل بمثال جدا واضح وجدا بسيط لهذه الفكرة، عندكم طفل بالبيت تريدون أن تشوقوه على حفظ القرآن الكريم، تقولوا له احفظ القرآن، حفظ القرآن نور بركة مؤثرها. ولكن إذا وضعتم أمام هذا الطفل نموذجا واقعيا، هذا الطفل هذا في عمرك، هذا حافظ لكل القرآن، هذا الفيلم مالي، هذا هو، إذا أخذتوه وأريتموه ذلك الطفل، كم هنالك فرق بين باعثية الفكرة المجردة وباعثية النموذج المجسد؟ هذا الفرق كبير جدا. من لطف الله ومن رحمة الله بنا نحن البشر أن الله تعالى جعل لنا أمثلة حقيقية تمثل القيم النبيلة. هنا لا بأس أشير، لا فقط تمثل القيم النبيلة وإنما هي ينابيع لهذه القيم، ينبوع. ينبوع يعني شنو؟ يعني الله تعالى في إطار الماديات، في عالم الماديات، جعل ينبوع للدفء في هذا العالم. شنو هذا الينبوع؟ الشمس ينبوع للدفء في هذا العالم. الله تعالى جعل العيون ينابيع للمياه العذبة، هذا في عالم الماديات. في عالم المعنويات احنا نريد ينبوع للعطف والحنان العائلي. من هذا الينبوع؟ الله جعل ينبوع للحنان والعطف يظل مدى الأجيال، كما أن الشمس الآن أنتم عندما تروحون في هذه الصحاري تشوفون هذه الطاقة الهائلة العظيمة التي لا يمكن لنا نحن البشر أو يشق علينا أن نعرف حجمها. هذه الشمس ذا تعطي على مر الليالي والأيام هذه الطاقة الهائلة. أكو هنالك منبع لطاقة العطف والحنان العائلي على مر التاريخ، من هو؟ النبي يعقوب على نبينا وآله وعليها الصلاة والسلام.
إحنا نحتاج إلى منبع للاستقامة. من هذا المنبع؟ الله جعل هذا المنبع، وهو نبي الله نوح شيخ الأنبياء على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. إحنا نحتاج إلى ينبوع للصبر. من هذا الينبوع؟ هذا الينبوع نبي الله أيوب على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. نحن نحتاج إلى مثل يمثل قيمة التوبة إلى آخر الدنيا. من هذا المثل؟ الذي بكى حتى كان على خده كالأخدود. من هو هذا المثل الذي يمثل قيمة التوبة؟ أبونا آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. نحن نحتاج إلى مثل في الشجاعة والتحدي والهجرة. قال إني مهاجر إلى ربي. من هذا المثل؟ المثل نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام. نحن نحتاج إلى مثل في الإعراض عن الدنيا والانقطاع عن الدنيا والتبتل. من هو هذا المثل؟ هذا المثل نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. هذه كلها ينابيع، مو أمثلة ونماذج، فوق ذلك ينبوع. نحن نحتاج إلى ينابيع ومثل تمثل جميع القيم الخيرة والنبيلة في الحياة. من هم هذه النماذج أو هذه الينابيع؟ هم محمد وآل محمد. صلوات الله عليهم أجمعين. الآن حديثنا بعد هذه المقدمة، البيت الصالح، البيت السوي، البيت السعيد، يحتاج إلى نموذج. هذه حاجة مهمة. هذا البيت السعيد الذي يؤمن الدنيا ويؤمن الآخرة، يؤمنهما للرجل، للمرأة، للمجتمع، للأولاد، للأجيال القادمة. هذا البيت يحتاج إلى نموذج. ما هو هذا النموذج؟ لعله يمكن أن نقول إن أفضل النموذج لهذا البيت هو بيت علي وفاطمة صلوات الله وسلامه عليه. عندما نزلت هذه الآية الكريمة في بيوت أذن الله أن ترفع
ويذكر فيها اسمه. قام رجل، هذه الرواية رواها العامة والشيعة، قال: أي بيوت هذه؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. فقال النبي صلى الله عليه وآله: بيوت الأنبياء. قام رجل آخر وأشار إلى بيت علي وفاطمة صلوات الله عليهم وقال: وهذه منها. قال النبي صلى الله عليه وآله: نعم، ومن أفضله. إهنا أكون من التبعيض، من أفضله. يمكن النبي صلى الله عليه وآله أجابه بقدر عقله، ولعل الجواب محيث، وإلا من بعض الحيثيات بيت علي وفاطمة صلوات الله عليهما أفضل البيوت، لأنه البيت الوحيد في العالم الذي يضم معصومين. أكو هنالك بيت في العالم يضم معصومين غير بيت علي وفاطمة؟ أكو؟ النبي صلى الله عليه وآله لا شك أنه أفضل من أمير المؤمنين، ولكن البيت كبيت، كمجموع، خديجة صلوات الله عليها لم تكن معصومة بهذا المعنى المتداول للعصر. مريم كانت معصومة ولكن لم يكن لها بيت. البيت الوحيد على مر التاريخ فيما نعهد الذي ضم معصومين بيت علي وفاطمة صلوات الله. ولذلك فيمكن أن نقول إنه من هذه الحيثية أفضل البيوت على الإطلاق. طبعا ذاتية المعصوم لا تقاس بغيره، وعمل المعصوم لا يقاس به غيره. ما هي معالم هذا البيت؟ هذا الشيء الذي نحتاجه نحن في حياتنا العملية. نذكر بعض المعالم ونشرح باختصار بعض ما نذكر. أولاً، بيت لا توقعات فيه. ثانياً، بيت لا توتر فيه. ثالثاً، بيت لا تعقيد فيه. رابعاً، بيت العمل. خامساً، بيت التعاون. سادساً، بيت المحبة. سابعاً، بيت التربية. هذه بعض المعاني التي نحتاج إليها كل واحد منا في بيته. نحن لا نذكر التاريخ كتاريخ الآن، وإنما نذكره كمثل وكنموذج. أولاً، بيت لا توقعات.
البيت اللي لا توقع فيه بيت سعيد. المجتمع الذي لا توقع فيه مجتمع سعيد. النفس اللي لا توقع فيها نفس سعيد. الحروب منين تبدأ؟ من التوقعات، يعني هذا منشأ من مناشئها المهم. المشاكل العائلية من أين تبدأ؟ من التوقعات، يعني هذا منشأ من مناشئ. الطلاق من أين يبدأ؟ الآن الطلاق المجتمعات الإسلامية نسبة الطلاق في تصاعد رهيب فيه. منين تبدأ؟ من التوقعات. أنت تتوقع من صديقك، صديقك لا يؤدي هذا التوقع، العلاقة تتوتر وتنقطع وتتحول إلى حرب. الرجل يتوقع من المرأة، المرأة، إحنا يجب أن نعرف أن الرجل يمثل منظومة فكرية والمرأة تمثل منظومة فكرية ثانية. المنظومات الفكرية مختلفة. الرجل يتوقع من المرأة أن تكون رجلا، المرأة لا يمكن أن تكون رجلا. المرأة تتوقع من الرجل أن يكون امرأة، الرجل لا يمكن أن يكون امرأة. المنظومة الفكرية مختلفة، التركيبة النفسية مختلفة، الحالة البدنية مختلفة. باختلاف هذه المنظومات تبدأ التوقعات. المرأة لا تلبي توقعات الرجل كما يفكر، الرجل لا يلبي توقعات المرأة كما تفكر، تبدأ المشاكل. مو فقط في الحياة العائلية، حتى في الحياة الاجتماعية. صديقان، التوقعات تقطع علاقة 30 عام. هذا غير المشاكل النفسية اللي تترتب على ذلك. إذا واحد ما عنده قد أحاديثنا اللطيفة حقيقة. القناعة، واحد قانع ما عنده توقع. إذا دخلت إلى مجلس ما تتوقعون واحد يقوم لكم، واحد ما قام لكم، لا يحدث في داخلكم طوفان. ليش واحد ما قام؟ أنتم ما تتوقعون ذلك. إذا هم توقعوا تعتبرونه، إذا قاموا لكم تعتبرونه فضلا منه. تفضل. حقيقة واحد إيش قد يرتاح إذا يربي نفسه على هذه الحال. بيت علي وفاطمة صلوات الله عليهما بيت لا توقعات فيه. هنالك روايتان، إحداهما أضيق دائرة والأخرى أوسع دائرة في هذا المجال. الرواية الأولى مضمونها أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه طلب طعاما، مضمون الرواية، فقالت له فاطمة صلوات الله عليها يوميا احنا ما عدنا فقال لها ولم لم تخبريني،
قالت إني لأستحي من إلهي أن أكلفك ما لا تقدر عليه. هذه الرواية في إطارها الضيق، ما يقدر الرجل، ما يقدر. المرأة تقول أخوك هالشكل عمل، أنت ليش ما تعمل؟ الجواب ما أقدر. المرأة تفهم هذا المنطق؟ يفهمون؟ أخوك فعل هذا العمل، أنت لازم تعمل هذا العمل. أخوي عنده مال، أنا ما عندي. الرجل أم يقول المرأة شوفي أختك هالشكل تعمل، والمرأة تقول أنا ما أعرف. إني لأستحي من ربي أن أكلفك، من إلهي أن أكلفك ما لا تقدر عليه. من أكتب؟ الرواية الثانية اللي هي أوسع دائرة، إن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جاء إلى البيت وطلب طعاما، فقالت فاطمة صلوات الله عليها: والذي عظم حقك. لاحظوا التعبير، لا يوجد في بيتنا طعام منذ 3 أيام ماكو أكل. فقال لها أمير المؤمنين: ولما لم تخبريني بذلك؟ الإمام كان مشغول في عمى، في معركة، في غزوة، على كل حال حياة أمير المؤمنين ما كانت مثل حياتنا، حياة رتيبة منظمة، كل يوم ساعة واحدة نجي إلى البيت نتغدى، حياة جهاد. إذا كانوا مثلنا، الإسلام هو في اليوم الأول في أحد كان قضي عليه وانت. يعني لا تقولون شلون أمير المؤمنين من الناحية الظاهرية ما كان مضطر، يمكن كان مشغول بعمل، بحفظ ثغرة، بشيء. قالت: إن أبي نهاني أن أسألك شيئا، وقال لي: إن جاء بشيء فبها، وإلا فلا تسأليه شيئا. حقيقة إذا هذه الحالة كانت تحكم عوائلنا، كيف كان يكون وضع العوائل؟ أولا بيت لا توقعات، ثانيا بيت لا توتر فيه. الآن التوترات من معالم هذا العصر، توترات بين الدول، التوترات في المجتمعات، التوترات في الحياة العائلية، معلم من المعالم، حالة توتر، حالة اضطراب. الرجل يخاشن المرأة، والمرأة تخاشن الرجل، الرجل ينتقد المرأة، المرأة تنتقد الرجل، الرجل يهجر المرأة، المرأة تهجر الرجل، توتر. الغرب ما هو وضع أسوأ منا في هذه، إحنا كل ما دا نقترب أكثر إلى ثقافة الغرب وإلى حضارة الغرب، هذه الحالة دا تنعكس في بلاد. الغرب مدمر، إحنا نشوف المظاهر، مظاهر التقدم المادي في الغرب، لا إشكال في أن الغرب متقدم من الناحية المادية، ولكن خواء معنوي في كل الأبعاد. هذا يحتاج إلى حديث مطول، هذا الخواء اللي يعيش عالم الغرب، خواء فراغ. فراغ وخواء وقلق وتوتر، كآبة
الرجل كئيب، المرأة كئيبة، حالة السبعية، المرأة عندها حالة السبعية تريد أن تفترس الرجل، الرجل عنده حالة السبعية يريد أن يفترس المرأة. هذه الحالة موجودة. أكو كتاب كتب حول أديب، حول عبقري من عباقرة الغرب الكبار، 3 سنوات قبل تقريبا طبع هذا الكتاب، عبقري من العباقرة العظام الذين يندر أن يجود بهم التاريخ، صاحب نظرية شهيرة في الغرب. راجعوا شوفوا حياة العائلة شلون كان، كل قلق واضطراب ومشاكل، ما تمكن يعيش ويا زوجته، ما يتمكن. احنا نعيش ويا زوجاتنا 70 عام 80 عام، احنا المتدينين يعني، ما يقدرون. بعد سنتين يطلق زوجته، في العقد يطلق زوجته. ما اقول كلهم هالشكل، طلق زوجته هذا العبقري العجيب، وبعدين قام يؤذي زوجته، طلق زوجته، اتركها روح، خلي تروح. فامساك بمعروف او تسريح باحسان، الله يقول ومتعوهن متعه يطولهم، يعني شويه فلوس اطوها. طلقت المراه انت، واذى مرته واذاها واذاها إلى أن أصيبت باختلال نفسي زوجته، وظلت تعاني هذا الاختلال النفسي إلى أن مات زوجته. ابنه الأصغر كما يقول هذا الكتاب ابتلي بالجنون، البيت المفكك واحد يجن فيه، البيت يجب أن يكون واحد، الحياة صحراء قاحلة، واحد بعد ما يطوي الصحراء القاحلة ويذوق الحار والبرد والشمس والغبار يدخل في عينه وأنفه وأذنه، بعدين يحتاج يروح إلى واحد عين ماء عذبة يغسل وجهه، يرتاح تحت ظلال شجرة، ينام على أرض لطيفة. البيت هالشكل يجب أن يكون. الرجل يتعب من الصباح إلى الليل، المرأة تتعب، المرأة أيضا تتعب، المرأة معدها حرب أعصاب مع الأطفال في البيت، أطفال يحرقون أعصاب الأم. واضح أنتوا يوم أديروا الأطفال بالبيت شوفوا شنو يصير في حالتكم. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح، كادح كبد، الحياة كادح، الحياة مو لعب. الرجل يكدح، المرأة تكدح في داخل البيت، البيت يجب أن يكون واحد، أما بيت كله في غضب ونزاع وتشنج، هذا مو بيت، هذا جهنم. واحد من الإخوة كان يقول، سألت واحد شلونك؟ قال الحمد لله جنة. قلت لي ليش؟ قال لأن زوجتي سافرت صار جنة. حقيقة هذا منطق، الرجل هالشكل يتعامل مع المرأة والمرأة هالشكل تتعامل مع الرجل، عندما تطلع من البيت لو سافر يتنفس الصعداء، يقول الحمد لله افتكينا على قول بعضهم، ارتاحين، هاي حياة والجحيم. هذا ابن هذا العبقري الشهير أصيب بالجنون، وكان في إحدى الأماكن اللي تعالج الأمراض النفسية إلى أن مات هذا ابنه الأصغر. وما زاره هذا الأب العبقري الكبير العظيم ولا مرة واحدة. ابنه
بضعة منه ولا زار ولا مر. هاي حياة أحد الدكاترة كان جاي أستاذ في جامعة لندن قبل يمكن 20 يوم، رجل متدين أستاذ في إحدى الجامعات، ذكر لي تفصيل حول التقدم التكنولوجي العجيب للغرب، حقائق غريبة ذكر لي في تخصصه، الآن ماكو وقت أذكر. قال لكن فراغ هائل. قال أنا هاي المدة اللي في الغرب، طبعا هو سنتين أو كذا، الآن استقال من الجامعة اللي كان يدرس فيها وراح إلى عمل من أعمال الخير. فراغ قال أنا هاي المدة اللي الآن موجود في ذلك البلد الغربي كم مدعي نبوة. الناس يلتفون، واحد يقول أنا نبي، أنا مرتبط بالغيب بالله، تعطش أكو. الناس يلتفون حول 4 سنوات 5 سنوات، بعدين يفتهمون دجال ينفضون عنه. ليش يلتفون حول مدعي النبوة؟ فراغ أكو، عطش أكو، تلهف أكو. نقل لي أحد الإخوة كان رايح إلى هذه الدولة اللي يقال لها العظمى، قال أنه كان هنالك مقابلة ويا إحدى الشهيرات في الغرب. هو كان يقول أنا شفت المقابلة، اللي عدها من الأموال قل كأنه مقابلة ربما كانت مباشرة. قال سألها أسئلة، أخير شيء يمكن أخير شيء سألها سؤال واحد، هل أنت سعيدة؟ يقول بمجرد ما قال هذا الكلام فأجهشت بالبكاء أمام ملايين المشاهدين. ماكو سعادة، بيت لا توتر لا نزاع فيه. امير المؤمنين صلوات الله عليه يقول فوالله ما اغضبتها وما اغضبت ولا مره، لا علي يغضب فاطمه ولا فاطمه تغضب علي صلوات الله عليه. آبائنا كانوا على هذا النموذج، ما نقول هالشكل كان، لكن كانوا في هذا الطريق، كانوا يعيشون 80 عام 70 عام حياة هادئة طيبة. الآن شوفوا عوائل المسلمين كيف. وفي وصية الزهراء صلوات الله عليها قالت ولا خالفتك منذ عاشرت ولا مرة. هذا التعليم إلنا لعله أو من أبعاد. فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه معاذ الله أنت أبر. خطباء كرام يقرؤون هذه الجملة، أنت أبار وأتقى وكذا، وأعلم بالله. ثالثا بيت لا تعقيد، تعقيد اللي هذا الآن دا يدمر حياتنا ومجتمعاتنا دولنا حكوماتنا دنيانا آخرتنا. تحقيق النفوس المعقد، بساط في الدولة، بساط في القضاء، بساط في الأكل، بساط في الشغل، بساط في الملبس، بساط في المنام، بساط
بساط. بيت علي وفاطمة صلوات الله عليهما بيت لا تعقيد، أصلا بيت ما كان عندهم، بيت كان عندهم بيت ما كان. الإمام أمير المؤمنين بيت ما كان عنده، عندما تزوج الإمام بيت ما كان عنده. أكو واحد يقال له الحارثة، حارثة هذا أعطى بيت للإمام، يعني الإمام بيت ما كان، بعدين بنى بيت الأول الزواج بيت ما كان، بيتهم ما أدري غرفة واحدة كانت غرفتي بيت ما كان. المهر إيش قد؟ المهر أكو رواية تقول 400 درهم، رواية تقول 480 درهم، رواية تقول 500 درهم، أكو أظن أقل من ذلك. أظن الوالد رحمه الله كان ينقل أكو رواية 30 درهم، هذا مهر الزهراء. الوالد يجمع بين الروايات باختلاف العملة، مثل الآن عندنا درهم كويتي ودرهم أماراتي مثلا، دينار عراقي، دينار كويتي، دينار إيراني، ايش قد تفاوت أكو؟ 30 درهم، لو 480، لو 400، لو 500 درهم. أحد الإخوة قبل فترة حقق حول أن 500 درهم فضة إيش قد قيمته؟ تقريبا أظن أقل من ذلك، قال يصير حوالي 250,000 تومان، 250,000 تومان أقل يمكن، أظن كان يقول يصير 262.5 مثقال فضة، 250,000 تومان يعني حوالي أفرضوا 100 دينار كويتي، هذا المهر كان. والشيء اللي كأنه في الروايات أن المهر قسم 3 أقسام، ثلث للأثاث وثلث للطيب، هذا موجود في الرواية، وظني أستظهر من بعض الروايات أنه ثلث للوليمة، يعني الجهاز ثلث حوالي 250,000 تومان، يعني حوالي أفرض 80,000 تومان. فراشهم كان إهابة كبش جلد ينامان عليه، وأظن في رواية أنه في النهار كانوا يعلفون الناضح من ذاك الجانب، وفي الليل كانوا ينامون على هذا الجانب. قميص ليلة الزفاف، الآن شنو دا يسوون في العقد، في الزواج، في الزفاف؟ قميص واحد كما يبدو من الروايات كان للصديقة الكبرى فقط، ولذلك عندما أعطت هذا القميص للسائل ما كان عندها قميص ثاني جديد، فلبست صلوات الله عليها القميص المرقوع. راجعوا الأثاث اللي كان للزهراء صلوات الله، شنو كان؟ حقيقة إذا كانت بيوتنا هكذا كنا نعاني هذه المشاكل، إحنا خون من نتمكن إن نكون هالشكل، ولكن بمقدار. بيت لا توقعات فيه، بيت لا توتر فيه، بيت لا تعقيد فيه، رابعا بيت العمل، خامسا بيت التعاون، سادسا بيت المحبة، سابعا بيت التربية. إن شاء الله هذه المعالم نذكرها في وقت آخر. ننتقل إلى فصل ثاني باختصار. هذا النموذج يعني بيت علي وفاطمة
صلوات الله عليه، يجب أن يطرح في المجتمع الصغير يعني في العائلة، في المجتمع الكبير يعني في المدينة، في العالم كل يجب أن يطرح. إحنا إذا ما طرحنا هذه النماذج في المجتمع الصغير والمجتمع الكبير والمجتمع الأكبر، مو فقط نخسر آخرتنا، آخرتنا خب طبيعي، نخسر حتى دنيانا اللي يربي الجيل الصالح. واحد من العلماء كان يقول كلام لطيف، يقول إحنا إذا ما كان عندنا هذه النماذج كان يجب أن نخترع هذه النماذج. واي كلام لطيف، البشر بحاجة، الروائيين الغربيين يخترعون نماذج لقيمة من القيم النبيل، أكو حاجة؟ ما نحتاج إلى نموذج نخترع، عندنا نماذج واقع، يجب أن نطرح هذه النماذج. هذا الشيء اللي كان عند آبائنا وأجدادنا، كل يوم قبل المنام كانوا يذكرون لأولادهم حكاية من حكايات النبي الأعظم والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم والأبرار والأخيار، كانوا يربوهم على هذا المنهج. إذا ما ربيناهم، إذا ما نشرنا هذه النماذج في المجتمع الصغير والكبير والأكبر، مو فقط نخسر آخرتنا، نخسر دنيانا. الابن اللي ملأت ذهنه ثقافة الغرب، هذا يوقف قدام أبوه، هذا يقتل أبوه، ما عنده مانع، لألف دينار يقتل أبوه. قتل واحد أبوه قبل مدة، قال له اعطيني فلوس، قال له ما أعطيه، هذا مو مالي، هذا مال الآخرين. طلع السكينة وقال أقتلك. الابن قال للأبو، الأبو مهالشكل أظهر رقبته، صور الشاقة وياه، قال يلا تعال، هذا ما جوه الشغل، قص رقبته، ابن قتل على شوية فلوس. الأبو يقول له هذا مو فلوسي، فلوس الآخرين. ما يفهم الابن، يقتل أبو. من اللي يحفظ هؤلاء الأبناء؟ البنت تشرد من البيت، الآن ظاهرة الفتيات الهاربات في هذا البلد، منو يحفظ الفتيات؟ شوفوا الفضائح اللي في البلاد الإسلامية، شوفوا ماذا يحدث تحت الخيم المتنقلة في الحدائق العام. أي دولة ما تتمكن تقف، دولة ما تتمكن تقف، سيف وصوت ما يتمكن يقف. هذا يحتاج إلى نموذج، يحتاج إلى طرح، يحتاج إلى تربية. أنقل لكم قضيتين. القضية الأولى في إحدى البلاد الإسلامية لا أسميها، رجل سحب أمواله من البنك، ما أدري يريد يشتري شيء فلان، وإذا بعدة ملثمين، يمكن ثلاثة أظن ثلاثة، هاجموه مسلحين، أعطنا هذا المال. قتل، قال ما يخالف، قال هذا المال في هاي الغرفة الثانية، أنا الآن أروح وأجيب لكم المال. راح إلى الغرفة الثانية، من الغرفة الثانية أكو هنالك هذا الشيء البالكون، يقول لي إجي منك، دخل من الباب من حيث لا يتوقعون ورشهم جميعا، قتلهم جميعا المهاجمين، صاحب المال قتل المهاجم، بعدين فتح اللثام، واحد منهم ابنك، واحد منهم ما أدري ابن أخوه، ثالث منه ابن يقتل أبوه. الابن اللي ما عنده قيام، الابن اللي ما عنده إيمان، الابن اللي ما عنده تقوى، ليش ما يعمل؟ مجنون ما يعمل؟ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. التربية المادية تقول هذه سفاهة، هذا مال قدامك أكله.
الا انهم هم السفهاء. ابن ما عنده مانع يقتل ابوه. القضيه الثانيه نقلها لي جديدا احد الاخوه، قال رجل راح الى بلاد الغرب. الان لا تتصورون واحد يروح بلاد الغرب، الان الغرب اجى الى بلادنا شويه شويه دا تصير نفس حاله الغرب اذا المصلحين لا يتدارك. راح هناك انفلتت بنته، راح ابوه مؤمن متدين، لا يمكن يشوف ابنه تنظر نظره خائنة، فكيف إذا يشوفها راحة؟ هذا يدمر حياته. بحجة من الحجج سافر إلى إحدى البلاد الإسلامية بعنوان سياحة كذا ويا بنته وعائلته، قال بعد طلقته بلاد الغرب. بمجرد ما وصل إلى ذلك البلد أخذ جواز بنته ومزقه جواز الأجنبي. تبقى في ذلك. هاي البنت راحة إلى سفارة ذاك البلد الأجنبي واشتكت على والده ذاك تلك السفارة من الطاهر جواز أو ورقة ورجعت إلى بلاده. ذاك الوقت إذا أبو كان على رأسه الآن بعد انفلت. يعني دنيانا مهددة قبل آخرتنا. إحنا ينبغي علينا أن نحاول هذه النماذج. بيت علي وفاطمة صلوات الله عليه، بيت النبي وخديجة صلوات الله عليه، هذه البيوتات في بيوت أذن الله أن ترفع، يجب أن نطرحها بكل قوة حتى إن شاء الله نتمكن أن نستنقذ دنيانا وآخرتنا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهاتي، فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقاتي. بين الظلام وبين نور مشرق هدي